نشاط رئيس اليوم في الرياض تضمن أيضا لقاء بالفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، حيث شدد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على ثبات موقف مصر من الحفاظ على أمن واستقرار السودان ودعمها إقليميا ودوليا في إطار العلاقات الأخوية المتينة والأزلية بين البلدين. هي يمكن تابعنا النشاط الرئاسي خلال هذه القمة العربية الصينية الأولى من نوعها، لكن هناك رسائل ودلالات في هذه القمة، وأيضا تابعنا كلمة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. خلينا نروح مع حضراتكم لقراءة مفصلة عن هذه القمة، مخرجاتها وكلمة سيادة الرئيس مع الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع. نرحب بحضرتك يا فندم، ويعني بعد التحية، بعد ما تابعنا هذه القمة وتابعنا أيضا مخرجاتها، أعتقد أنه تبلورت بالفعل أهميتها أمام العالم أجمع. خليني في البداية أعرف من حضرتك أهمية هذه القمة يا فندم. أهمية هذه القمة أن الصين طبعا هي مصنع العالم، وهي دولة كبيرة ولديها أنشطة ولديها طموحات مختلفة في التعاون والشراكة مع الدول العربية والدول الأفريقية، وبالتالي فالقمة العربية الصينية مهمة جدا في التوقيت في ظل أزمات عالمية كاشفة عن وجود غياب للعدالة الدولية فيما يتعلق بالنظام الاقتصادي والنظام السياسي وبشكل مختلف، وبالتالي فالشراكة مع الصين مفيدة لكل الأطراف لأنها بتوفر مصالح الطرفين بشكل واسع. الصين لديها عروض وطموحات في عقود للغاز، في عقود للطاقة، في توصيل ونشر التكنولوجيا والتوسع فيما يتعلق بالشراكة الاقتصادية والشراكة التجارية وتوصيل التكنولوجيا والصناعات المختلفة. الدول العربية يمكن أن تستفيد من هذا الأمر، وبالفعل في أنشطة صينية كثيرة في القطاعات البنية الأساسية، في قطاعات التكنولوجيا. الصين بتقدم نفسها كطرف يمكن التعاون معه ويمكن ضمان مصالح مزدوجة لكل الأطراف. من جانبها مصر بالتأكيد سواء في القطاع العربي عربيا أو أفريقيا هي بوابة للعالم، لأفريقيا ولأوروبا جنوب المتوسط والمتوسط وغيره. الصين طرحه فكرة الطريق والحزام، وهو استعادة لطريق الحرير القديم، بيضمن ممر كبير للتنمية والبنية الأساسية. كل دي عروض أعتقد مهمة جدا فيما يتعلق بهذا الأمر في ظل أزمة كاشفة، أزمة الحرب الأوكرانية، أعتقد أن تأثيراتها وانعكاساتها واضحة في، وعشان كده الرئيس عبد الفتاح السيسي كان حريص على تأكيد أنه التعاون العربي الصيني مهم جدا لتحقيق تعظيم التعاون والمنفعة المشتركة ومواجهة تحديات تنموية واضحة جدا في العالم فيما يتعلق بالتنمية، فيما يتعلق بأزمات الغذاء والنقل وغيره. يمكن التعاون وبناء النظام، أعتقد أنه النظام الاقتصادي والنظام الدولي أصبح يعاني ما بعد الحرب الباردة من اختلال واضح. الصين نمت بشكل كبير ولديها يعني قدرات كبيرة جدا يمكن الاستفادة منها. الدول العربية يمكن أن تدخل في هذا الأمر، ونفس الأمر فيما يتعلق بأفريقيا. المواقف السياسية وتنسيق المواقف السياسية، الصين علاقتها مع الدول العربية ومع القضاء الفلسطينية والقضاء العربية دائما داعمة ليها ومواقفها متوازنة وساندة لهذا الأمر، وبالتالي يمكن أن يكون هناك مواقف في هذا السياق الشكل اللي يضمن المصالح العربية بشكل جيد. في فكرة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول أو عدم تسييس قضايا زي حقوق الإنسان، يمكن أيضا تقارب يتعلق بالثقافة بالسياحة بتوطين الصناعات المختلفة. الصين لها أنشطة كثيرة في مصر وفي المملكة العربية السعودية ومع الخليج في وقت بالتأكيد الولايات المتحدة ربما بتغير من مواقفها أو بتنسحب إلى على مدى السنوات الأخيرة من السياسات في العالم، بتغير من سياساتها. ثانيا ربما هناك تغيير في عملات التداول وعملات التبادل بالشكل اللي يمكن أن يصنع تعدد لمراكز التحكم في العملات بشكل أقوى مما هو موجود الآن والذي يمثل اختلال معين. كل دي نقاط مهمة أعتقد واضحة جدا، وأعتقد أنه هذه القمة ستسفر عن اتفاقات ورسم استراتيجيات يمكن أن تكون مفيدة جدا في المستقبل. طيب يعني أستاذ أكرم، في سياق ما تحدثت عنه الآن، وزي ما حضرتك تحدثت أنه من خلال هذه القمة بتعكس أنه يمكن العالم العربي الآن يعني يتمنى أو يحاول أن يتخلص من فكرة أحادية القطب اللي يمكن بيعيشها العالم بقاله فترة،
حضرتك كيف ترى أو كيف ترى نظرة العالم لهذه القمة؟ هل يترقب، هل ينظرون إليها بترقب بالغ أم مجرد أنهم يتابعون ما يحدث فيها ومخرجاتها؟ يعني أقرب لبناء علاقات اقتصادية وتعديل للقواعد الموجودة، ودي حق للدول في أنها تعيش بناء وصياغة علاقاتها. اختلال في النظام الدولي أعتقد ما بعد الحرب الباردة وفكرة القطب الواحد أصبحت صعبة، لأنه الدول الكبرى أو الولايات المتحدة وأوروبا وغيره تواجه مشكلات كبيرة في صياغة النظام الدولي. اقتصاديا بالطبع ربما يكون في، أولا الصين لا تنافس أو لا تتصادم مع الولايات المتحدة، بالعكس الصين شريك تجاري كبير جدا للولايات المتحدة، وبينهم كثير من الاستثمارات الصينية في الولايات المتحدة أو غيره، في تبادل موجود سواء، ونفس الأمر مع أوروبا. ربما في مثلا تنافس فيما يتعلق بالجيل الخامس من التكنولوجيا اللي بتبشر به الصين وهو موجود، في تنافس طبيعي جدا. ربما يكون هناك حاجة لوضع قواعد أكثر عدالة للتنمية وشفافية دولية، بالمعنى اللي يكون قادر الدول على بناء مصالحها بعيدا عن التجاذبات والاستقطابات. الصين طول الوقت بتبني سياساتها وبتنمي اقتصادها بعيد في صمت، يعني لم تتدخل، هي لا تتدخل في شؤون الدول، وحتى حينما تعرض معونات او مساعدات او قروض فهي تعرضها وتؤكد انها غير مشروطه مثلما هو موجود في البنك الدولي او صندوق النقد او حتى الدول المختلفه، وبالتالي فهي بتبعد فكره التسييس او فكره التدخل من هذا التعاون. ربما يكون هناك مهم وفي رغبه دوليه من دول الجنوب او من الدول المختلفه لبناء نظام عالمي اكثر توازنا واكثر قدره على طرح الافكار، وان تكون مطالب الدول المختلفه مطروحه بشكل كامل ولا يوجد هناك تصرفات احاديه. فهذا الامر بيبنى بشكل اقتصادي، وهذا الامر يتم على مدى سنوات، والحقيقه بدا منذ مده، لانه الصين النهارده بقوتها الاقتصاديه بصناعتها بقدرتها على التكنولوجيا لديها ايضا رغبه في انها تعرض ده وتحسن من موقف منتجاتها او التعاون فيما يتعلق بهذا الامر. الصين لها انشطه في افريقيا، لها انشطه في غيره، بتطرح فكره الحزام والطريق باعتباره انه يمكن ان يكون ممر ضخم للتنميه، وفكره ممرات التنميه هي ممرات تنمويه مهمه. نفس الامر فيما يتعلق بمصر، مصر لديها نفس الافكار في الداخل على اعتبار منطقه قناه السويس المنطقه الحره او القطارات السريعة والطرق المختلفة وغيره، دي كلها ممرات تنمية داخلية، وبالتالي فمصر وأغلب الدول العربية انضمت للحزام والطريق باعتباره أنه جزء مهم جدا في بناء ممر تنمية ضخم يسمح بتنمية البنية الأساسية وتقوية الدول، وأنه الدول تمنح حق لها لا تكون مجرد مستهلك أو مواد خام، لكنها تكون قادرة على بناء سياقات وعلاقات سياسية، علاقات اقتصادية وممرات للتنمية تستطيع أن تنمي اقتصاداتها. هي دائرة متصلة بالفعل يا فندم. طيب أخيرا، يعني كلمة سيادة الرئيس اليوم جاءت شاملة وجامعة لكل ما يمر به أو سياسيا، كيف ترى هذه الكلمة يا فندم، ويعني تفنيد سيادة الرئيس لما يحدث ويمر به العالم؟ كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحة في أهمية إقرار نظام عالمي أكثر عدالة يتأسس على القيم وعلى القوانين الدولية، وإنه التعاون في هذا الأمر، الشراكة والتعاون دي مبدأ دائما ترفعه مصر ويرفعه الرئيس عبد الفتاح السيسي مع كافة الدول. نظام يقوم على التعاون ويبعد الصراعات، التعاون والحلول السياسية للأزمات الدولية أو الإقليمية واحترام خصوصيات الشعوب، وكمان التأثير فيما يتعلق بالأزمة القائمة بشكل كبير في هذا الامر، الازمه الدوليه الحاليه في الاقتصاد واللي بتؤثر بشكل واضح جدا على التنميه في دول الجنوب وفي الدول المختلفه. الرئيس اكد ايضا اهميه انه يكون في سياقات عامه لبناء علاقات سياسيه قادره على التدخل في الخلافات والتدخل في الصراعات، مواجهه الارهاب، عدم التسييس، عدم التدخل. كمان قضيه مهمه جدا اثرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبء الديون على الدول اللي بتعاني من فرطورة الغذاء والطاقة في الوقت اللي فيه أزمة دولية بتضاعف من خطورة هذه الديون، وأنه لازم يكون في حلول دولية لهذا الأمر، لربما تكون هناك هذه القمة قادرة على الخروج بسياقات
تكون قابلة للتطبيق في مواجهة هذه الأزمة، لأنه دول العالم كلها بتعاني والدول ذات الاقتصادات الناشئة بتعاني أكثر، وبالتالي يجب أن يكون هناك بحث عن مفرد في حال استمرار هذه الحرب. وأيضا حتى الدعوة لوقف هذه الحرب ووقف الصراعات دي كلمة مهمة جدا ودائما ما يطالب بها ويؤكد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي افتتاحية في الجلسة الافتتاحية لقمة المناخ في شرم الشيخ أكد على أهمية نوجه دعوة لوقف الحرب في أوكرانيا والتعاون في هذا السياق. أصبح هناك ضرورة لوقف هذه الحرب وإبعاد الوصاية وإبعاد التدخلات، وإنه يكون في حوار حضارات وليس اصطدام حضارات. أستاذ أكرم، الحقيقة أنا عارفة أن كان يعني المفروض ده يكون آخر سؤال، بس اسمح لي أسألك سؤال أخير، لكن يعني أتمنى بس إجابة حضرتك تكون سريعة شوية. أنه فكرة أن احنا تابعنا عدة إشادات الحقيقة بجهود المصرية لإنجاح هذه القمة، مع أنها لم تكن قمة مصرية صينية بل كانت قمة عربية صينية خليجية صينية. هي بالتأكيد أولا مصر ساعدت قبل ذلك إلى عقد قمم مع الصين وعقد قمة أفريقيا الصين، ودائما بتطرح هذا الأمر وبتدعم أي تجمعات إقليمية زي البريكس أو غيره اللي هي بتدعم الاقتصادات والتنمية. فهنا القمة العربية الصينية جزء مهم، في قمة صينية خليجية، في قمة صينية سعودية. أعتقد أن واضح جدا إعادة رسم هذه السياسات ورغبة حقيقية، ومصر بتحظى بثقة دولية وإقليمية، هذه الثقة قائمة على أنه دائما مصر بتقدم سياسات التعاون والحوار والشراكة أكثر ما وإبعاد الصراعات. دي دعوة مهمة، وأعتقد أن الدولة المصرية بتحظى بهذه الثقة بشكل كبير من الجانب الصيني بناء على العلاقات الكريمة والتعاون التجاري والاقتصادي الكبير بين الطرفين. يعني فهنا في ثقة، ويمكن الرئيس الصيني أكد أهمية مصر ودورها في دعم الاستقرار في المنطقة وفي الإقليم. نشكر حضرتك جزيل الشكر طبعا الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابق، نشكرك فندم على كل هذه الإيضاحات.